الو، الو، مين معايا؟ ايه مش فاكر صوتي. لا معلش مش واخد بالي. عموما انت عندك حق تزعل مني، انا اسفه يعني عشان المره اللي اتعاملت معاك بطريقه سخيفه المره اللي فاتت، بس معلش عشان كان عندي شويه مشاكل، والناس اللي انت شفتهم خارجين من عندي كانوا يعني جايبين لي اخبار وحشه، وبعدين انت طول الوقت بتعاملني كده زي ما اكون متهمه عندك وبتحقق معايا، فيعني الحاجات دي عصبتني شويه. ما تزعلش مني خالص. طبعا متهمه ايه، وبعدين انا مش زعلان خلاص، المهم انت تبقي كويسه. وبعدين يا ستي لو في عندك اي مشاكل ما تحكيها لي وانا هتلاقيني جنبك. متشكره. طب عشان ما اطولش عليك، كان في قريبتي كوريا اللي انا عايشه عندها، يعني اللي شقتها كان عليها مشاكل، فاكرها؟ اه فاكرها طبعا، الكوافير. اه خطيبها بقى اسمه ابراهيم نوح السيد، كان جاله استدعى من النيابه وهو قلق قوي، عايز يعرف يعني الاستدعاء ده عشان ايه، فلو تقدر يعني تعرف لنا. بسيطه خالص، انا بكره الصبح اول ما اوصل القسم اشوف لك لو ليه اي محاضره عندنا اتحولت للنيابه ولا لا، ولو في هعرف لك ايه السبب بالظبط. مش ده رقمك؟ اه رقمي. خلاص انا هسجله واكلمك بكره اقول لك ايه الاخبار. بس بقول لك ايه، هتعامليني زي ما بتعامليني دلوقتي مش زي قبل كده. لا اكيد اكيد زي دلوقتي. يلا باي باي. ما بتكلموهش يا قبل، جاتنا نيلة. احنا لو بنعرف نتساوي كده ما كانش ده بقى حل. بتقولي ايه؟ ها؟ بقول متشكرين يا جولي. العفو يا كوريا. الو؟ ايوه يا بابا، ازيك؟ اهلا، ازيك يا ست نجوان؟ لفت الفلوس لوحدك وسايبانا حالنا متبهدل. ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ في حاجات يا اختي. امك جالها فشل كلوي وراقدة في المستشفى. يا نهار ابيض، فشل كلوي مرة واحدة؟ امال مرتين؟ اه مرة واحدة، محتاجة غسيل كلوي 8 مرات في الشهر ب8000 جنيه، الجلسة الواحدة ب1000 جنيه. مش مهم الفلوس، انا هبعتلك، بس المهم ماما تبقى كويسة. بلا 60 نيلة اهي راقدت. مين بقى يا اختي اللي هيصرف على البيت ان شاء الله؟ ما قدامناش غيرك. ابعتي لنا كل شهر ال8000 بتوع الغسيل، وفوقيهم كام الف كده لمصاريف اخواتك، مصاريفهم بقت تقطم الوسط. طيب حاضر يا بابا، انا هبعت لك على الوسط ريوني وزي المره اللي فاتت، المهم خلي بالك من ماما. يلا باي دلوقتي. ها باي. باي باي. جاتك نيله في لغات امك، ما تقولي مع السلامه.